المملكة المغربية وأهمية دورها في القارة السمراء ملفنا الرئيسي في حلقة اليوم. تواصل فعاليات الدورة 38 لمعرض تونس الدولي للكتاب. وفي حكايتنا المغاربية نستعرض فن العيطة الشاهد على مقاومة الاستعمار وأفراح المملكة المغربية. من قلب القاهرة عين ثاقبة تجوب بلاد مغربنا العربي وتأتي بكل جديد نقدمه لكم في هذه الساعة المغاربية، ودائما بدايتنا من الملف الرئيسي والذي نناقش فيه اليوم ثقل المملكة المغربية في المنطقة وأهميتها في حفظ السلام والأمن في القارة السمراء والمنطقة المغاربية، حيث يواصل المغرب مناورات عسكرية بحرية مدتها 3 أشهر بدأت منذ 29 من مارس الماضي وتستمر حتى 28 من يونيو الحالي. وبحسب وزارة الدفاع المغربية فالمناورات التي تجرى في 4 مناطق بحرية بالسواحل الأطلسية المغربية تهدف إلى تمكين البحرية المغربية من التدريب على حماية سواحلها من مختلف التهديدات المرتبطة بالجريمة المنظمة والإتجار في المخدرات والهجرة غير الشرعية إلى جانب التهديدات الأمنية. نتابع المزيد في سياق التقرير التالي. في ظل ظروف إقليمية ودولية متغيرة يواصل المغرب مناورات عسكرية بحرية مدتها 3 أشهر المناورات الحالية وهي الأطول في مدتها تهدف حسب ما أعلن إلى تمكين البحرية المغربية من التدريب على حماية سواحلها من مختلف التهديدات المرتبطة بالجريمة المنظمة والإتجار في المخدرات والهجرة غير الشرعية إلى جانب التهديدات الأمنية. المناورات المغربية الحالية تجرى في نطاق 4 مناطق بحرية بالسواحل الأطلسية للمغرب، وتتزامن مع إغلاق مناطق واسعة من سواحل أقاليم أكادير وسيدي إفني والعيون والدخلة أمام نشاط الصيد البحري يومياً من الساعة 7 صباحاً حتى 8 ليلاً خلال فترة التدريب. تحديات راهنة تدفع المغرب إلى مواصلة رفع كفاءة أفراد قواته العسكرية وتطوير مهارات أفراده خاصة البحرية، حيث يجرى سنوياً مناورات بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة ودول إفريقية وأوروبية في إطار ما يعرف بمناورات الأسد الإفريقي، كما يشارك في مناورات بحرية ثنائية أو مشتركة مع جيوش أوروبية. ومع ذلك تعد المناورات الداخلية الجارية حالياً في السواحل الجنوبية للمغرب من بين الأضخم التي تنظمها البحرية المغربية بشكل منفرد. وينضم إلينا من الرباط دكتور الشرقاوي الروداني أستاذ الدراسات الاستراتيجية والعسكرية. دكتور أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. بداية، البحرية المغربية تجري واحدة من أضخم المناورات العسكرية البحرية في السواحل الأطلسية والتي من المقرر لها أن تستمر على مدار 3 أشهر المقبلة. بداية، ما الهدف منها ولماذا قررت المملكة خوض تلك المناورات؟ أهلا وسهلا وأهلا بمتابعي قناتكم المحترمة. ولا بد من اليوم من الإقرار بأن هناك سياقات جيوستراتيجية على مستوى منطقة المجال الأطلسي الذي يعتبر الآن مجالا حيويا ومجالا ذو بعد استراتيجي على مستوى عقيدتين جيوسياسيتين مهمتين مرتبطة بالشمال الأطلسي للولايات المتحدة الأمريكية مع دول الاتحاد الأوروبي، ثم عقيدة المحيط الهندي الهادئ الموسع الذي يشمل القارة الإفريقية والمرتبط كذلك بالأطلس خلال عقيدة جيوسياسية أصبح يشتغل وتشتغل عليها المملكة المغربية وهي عقيدة الجنوب الأطلسي. في السنوات القليلة الماضية كان هناك تدريب استراتيجي
من طرف المملكة المغربية من أجل خلق خيارات الدول الأفرو أطلسية في المجال الجيوستراتيجي الأطلسي، ولاحظناها في دعوة جلالة الملك محمد السادس مؤخرا في خطاباته على دعوة هذه الدول على خلق مبادرة سياسية ومبادرة كذلك اقتصادية وخلق حزام اقتصادي للدول الأفرو أطلسية للانخراط في الدول الجنوب الأطلسي. ثم كذلك لا بد من قراءة سياق المتغيرات الدولية على المستوى البحر الأحمر والبحر الأسود. اليوم الحرب الروسية الأوكرانية أصبحت تلقي بظلال على المتغيرات الجيوستراتيجية على مستوى مجموعة من الممرات البحرية، وبالتالي اليوم هناك رغبة للمملكة المغربية من أجل يعني تدبير هذا التفكير وتفكير هذه المبادرة الاستراتيجية من أجل خلق بيئة آمنة وبيئة استقرار قادرة أن تتحمل مسؤولياتها في خلق توازن استراتيجي ما بين الشمال وجنوب وكذلك المحيط الهندي والهادي. وبالتالي لاحظنا بأن في السنوات الماضية كان هناك كذلك أمر مهم جدا وهو أمر الاهتمام بالأطلسي. اليوم أصبح هذا المجال يعني فيه مجموعة من الكابلات الرقمية، ثم كذلك أصبح ممر تجاري، ولكن كذلك أصبح هو صراع جيوستراتيجي كبير ما بين القوى الكبرى المتسارعة نحو القارة الإفريقية، على اعتبار أن القارة الإفريقية ولنقول بأننا هي قارة واحدة بالنسبة للمجالات الجيوسياسية المرتبطة لا بشمال البحر الأبيض المتوسط أو الأطلسي أو مرتبطة كذلك بالأمن والاستقرار الدولي. وبالتالي المغرب هو اليوم على اعتبار كذلك التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي وجنوب الصحراء، خاصة مع الفراغ الأمني الذي فرضته يعني انسحاب البعثات الأممية من شمال مالي وتواجد مناطق ارتكاز إرهابي خاصة منطقة ليفاكو غورما أو منطقة الحدود الثالث ما بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر. أصبح هذا الأمر يلقي بظلاله على الأمن والاستقرار في البحر في المحيط الأطلسي. وبالتالي يعني دكتور هذه نعم. في ظل هذه الأهمية الكبرى التي ذكرتها حضرتك، البحرية المغربية تحرص على المشاركة إذن في المناورات العسكرية، لا سيما الأسد الإفريقي الذي من المقرر أيضا أن تبدأ في مايو المقبل. هل ستتمكن الرباط من المشاركة هذا العام، خصوصا وأن المناورتين سيتزامنان معا؟ أعتقد بأن المناورتين هما مناورتين تدخلان يعني في متناسقة، سيكون هناك تنسيق في الزمن والمكان حسب هذه المناورة، على اعتبار أن هناك بوارج بحرية أمريكية كبيرة كترومان التي ستكون فوق يعني مياه المحيط الأطلسي المجاور للمملكة المغربية والمحدي للمملكة المغربية. ثم كذلك لا هناك مسألة الرفع من مسألة ما يسمى يعني قابلية يعني تشغيل القابلية البينية ما بين القوات العسكرية الأرضية والجوية والبحرية، ثم كذلك ما يسمى بالقوى السيبيريانية. وبالتالي اليوم أعتقد بأن يكون هناك مشاركة مزدوجة ويكون هناك تنسيق الزمن والمكان ما بين المناورتين، على اعتبار أن اليوم مسألة الدفاعات العسكرية المرتبطة بالبحر أصبحت أهمية استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبالنسبة للدول الغربية التي ترى في المحيط الأطلسي. وهذا ما لاحظنا بأن هناك مجموعة من الدول الغربية ستشارك في المناورة العسكرية الأسد الإفريقي، والتي للإشارة هي تعبير جيوسياسي على أهمية الأمن القومي للمملكة المغربية بالنسبة للمنتظم الدولي، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت بمغربية الصحراء، إلى جانب ذلك مجموعة من الدول الأوروبية والدول يعني العربية. دكتور في ظل ما ذكرته عن اهتمام الولايات المتحدة، أيضا وزارة التجارة الأمريكية أكدت في تقرير حديث بأن المملكة المغربية تستهدف تعزيز أسطول الدوريات التابعة لها لقواتها البحرية بفرقاتتين جديدتين. هل يستهدف المغرب الاستثمار في نظام مراقبة ساحلي متطور إذن؟ دعني أقول بأن مبادرة انخراط الدول الأفرو أطلسية في مجال جيوستراتيجي الأطلسي التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس لقيت ترحيبا كبيرا من طرف الدول الأطلسية ومن طرف واشنطن. كان هناك اجتماع مؤخرا في واشنطن حضرته مجموعة من الدول الأفريقية والدول الغربية والتي نوهت بهذه المبادرة الملكية، وكما يعني كان من بين مخرجات هذه اللقاء ومن باب من خلال المبادرة الأمريكية الأطلسية هو إعادة تسمية الأسطول الثامن بالأسطول السادس، على اعتبار أن الأطلسي أصبح ذو أهمية جيوستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الاستراتيجيين في المنطقة. ثم كذلك لابد من الإقرار بأن المغرب بمعية إسبانيا وأنغولا هما يترأسان مجموعين يعني قوات عسكرية وكذلك خلية تفكير استراتيجي من أجل وضع استراتيجيات دقيقة على المستوى القريب والمتوسط والبعيد من أجل حفظ الأمن والاستقرار في منطقة الأطلس. وبالتالي اليوم المغرب هو دولة مؤهلة لاعتبارات استراتيجية ولاعتبار أن
المغرب اليوم أصبح نقطة محورية في معادلات شمال جنوب وفي معادلات جنوب جنوب، أن يلعب هذا الدور الطلائعي في الحفاظ والأمن والاستقرار البيئة الأطلسية. وبالتالي أعتقد بأن السنوات المقبلة سنرى مجموعة من المبادرات على المستوى الدولي التي ستهم الأطلسي وأهمية الأطلسي في مجموعة من المعادلات الجيوستراتيجية ما بين الشمال وما بين الجنوب الأطلسي. كل الشكر لك دكتور شرقاوي الروداني أستاذ الدراسات الاستراتيجية والعسكرية على كل هذه التفاصيل. تتواصل فعاليات الدورة 38 لمعرض تونس الدولي للكتاب والمستمرة حتى 28 من أبريل الجاري، وذلك بحضور 25 دولة وبمشاركة 314 عارضا منهم 154 عارضا تونسيا. وبلغ عدد العناوين المعروضة أكثر من 109,300 عنوان تغطي مختلف المعارف، بالإضافة إلى برنامج ثقافي ينظم أكثر من 100 نشاط في شكل ندوات وملتقيات وورش ومجالس حوارية. مراسلة القاهرة الإخبارية عدت لنا هذا التقرير حول فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب، نتابع. معرض تونس الدولي للكتاب يصل هذا العام إلى دورته 38 بحضور قوي لدور النشر التونسية التي تستأثر بحوالي نصف الأجنحة المتوفرة. مشاركتنا ديما تكون بعديد الإصدارات الجديدة، والدار متاعنا معناتها خذت توجه معين انها تكون حاضره ديما بالدراسات الجامعيه، والدراسات هذه اللي تهم عديد الدكاتره وتهم خاصه الطلبه اللي يدرسوا في الجامعات التونسيه كل. ايجابيات الحمد لله، فما اليوم نجم نقولوا فما اقبال، الناس رجعت تلوج على الكتاب وجات وتحب تقرا مهما كان، هذا يشجعنا حتى لو شويه، ديما هذا حاجه تشجع. إلى جانب دور النشر الغربية، تميز العارضون العرب بحضور ومشاركة قوية في المعرض. أنا متخصص كتب إنتاج كتب أطفال. المواطن التونسي من المواطنين اللي بيهتموا بثقافة الطفل وبيشتري لأطفاله، يعني حتى ممكن ما يشتريش لنفسه، ممكن يشتري لأطفاله. مشاركة السلطنة تأتي بحضور ثلاث مؤسسات حكومية في السلطنة: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وكذلك وزارة الإعلام. تنوع الإصدارات والفعاليات في هذه التظاهرة ومن بينها الأيام الثقافية الدولية كان من بين النقاط التي أثارت اهتمام الجمهور. نرجو النجاح لهذه الأيام، وهي ناجحة بالأساس لأنها يعني تنشد العلاقة القوية بين تونس وبقية البلدان في إطار الأخوة والإنسانية والقيم. فما تنوع في الكتب المنشورة، وفما برشا مواضيع أخذوهم الناشرين في روايات أو في بحوث، وهذه حاجة تشجع على الأخر. فما برشا ناشرين جدد زادة. عدد الزائرين قد ارتفع بصفة ملحوظة، ناهيك على عدد الزائرين من الأطفال، وهذا شيء إيجابي جدا. على غرار سابقتها، كان إقبال الزوار كثيفاً في الدورة الحالية من معرض الكتاب. تتباين الآراء حول الدورة الحالية من معرض تونس الدولي للكتاب بين منتقد ومشيد بالتنظيم، لكن هذا المعرض على اعتبار أنه أكبر سوق للكتاب في تونس لا يختلف على أهميته اثنان. من تونس، نسر الرمضاني، هنا القاهرة عاصمة الخبر. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من تونس محمد صالح القادري، مدير معرض تونس الدولي للكتاب. أهلا وسهلا بك أستاذي على شاشة القاهرة الإخبارية. بداية يعني نتحدث عن الخطوط العريضة للمعرض هذا العام. أهلا وسهلا وشكرا لقناة القاهرة الإخبارية. بالنسبة للمعرض، مثل ما ورد في تقريركم، هو متنوع الفعاليات، فيه المراوحة بين الأنشطة المتوجهة إلى
التجارة باعتبار أن الكتاب إلى جانب كونه رأس مال رمزي ورافعة للذكاء وللتطور وللعلم والمعرفة هو أيضا يخضع إلى منطق العرض والطلب. وبالنسبة للمعرض يتميز أيضا بالتكامل بين الأوعية، الأوعية التقليدية باعتبار أن الكتاب في شكله الورقي، ولكن أيضا هناك أوعية مستجدة باعتبار الأساس أنه المعرض ينخرط في الثورة الصناعية الرابعة وفي تقنيات الذكاء. وبالنسبة كما قلت لك أنه المعرض معناها متنوع، لأنه سجلنا وجود أكثر من 100 نشاط ثقافي، أكثر من 280 نشاط موجه للطفل، أيضا كما تفضلت أيضا وردت في التقرير أكثر من 109,339 عنوان تشمل مختلف المعارف ومختلف المجالات والميادين. تقريبا المعرض هو ملتقى للقارئ وللرواد من المؤلفين والمهنيين في مختلف مهن الكتاب، سواء كانت إنتاج نشرا وتوزيعا، وهذا كله يخلق تقريبا ملتقى متميز وملتقى ثقافي مرجعي، وخاصة إذا كان هالملتقى هذايا يوضع تحت التضامن مع الشعب الفلسطيني. يعني أستاذي هذا ما أود الحديث عنه تحديدا، يعني كما ذكرت هناك الكثير من العناوين، 100 نشاط بالإضافة إلى المجالس الحوارية وغيرها، يعني ماذا يميز هذه الدورة 38 والمقامة في تونس؟ وأيضا يعني ما هو الجديد في هذا المعرض؟ ما هل سيكون هناك بعض الأنشطة الخاصة بفلسطين أو غزة أو غيرها من الجديد في هذا المعرض؟ نعم نعم، بالنسبة لهيئة المعرض مقتنعة بأن النضال الفلسطيني والنضال الذي يخوض الشعب الفلسطيني لمقاومة الاحتلال هو ثقافي بامتياز، هو ثقافي بالأساس. رغم الحصار ورغم الغلق فإن الثقافة الفلسطينية تخترق كل طوق، وهي حاضرة بامتياز من خلال الأنشطة، من خلال الفعاليات سواء الحية، من خلال أنشطة وحفلات واحتفالات، وأيضا من خلال عرض الكتب. الجانب الثاني الذي يميز أيضا المهرجان هو نوعية الضيوف، معناها نوعية الضيوف التي الآن تتداول على مختلف الورش ومختلف الحلقات الحوارية والندوات والملتقيات. نذكر على سبيل المثال معناها واسيني العرج، على عبد الهادي، فوزية الزواري، عدنية الشبلي، وأيضا من الوافدين من البلدان غير العربية أيضا. فما لا يقل على 40 شخصية ممن حظوا ونالوا جوائز مهمة وجوائز معتبرة على مستويات عالمية مرموقة. إلى جانب فلسطين، دأب المعرض ككل سنة على أنه يستضيف ضيف شرف. بالنسبة للسنة الفارطة كانت دولة العراق، في هذه السنة إيطاليا. نحن نعرف أن العلاقات التونسية الإيطالية، العلاقة بين الشعبين الشقيقين التونسي والإيطالي، هي علاقة ضاربة في أعماق التاريخ وأيضا في الجغرافيا باعتبار القرب الجغرافي بين البلدين، بين تونس وبين إيطاليا. فإيطاليا من خلال مؤلفيها ومبدعيها ومثقفيها وفنانيها بصدد تقديم مفردات للثقافة والحضارة الإيطالية في المعرض، وهذا ما يشد أيضا انتباه الزوار. إلى جانب الحركية التجارية هناك أيضا حركية فكرية ثقافية. هل سيكون هناك نشاطات إيطالية بعينها، أو يعني نشاطات خاصة بضيف الشرف لهذا العام؟ نعم نعم، هي الفضاء المخصص لضيف الشرف يعج بالفعاليات وبالأنشطة مثل ما قلت لك، أنه فيه ندوات، فيه ملتقيات، فيه حتى قراءات شعرية، وفيه حتى عروض لأشرطة تعرف بالثقافة
الإيطالية وبالحضارة الإيطالية وفي علاقتها بطبيعة الحال بالثقافة التونسية باعتبار هناك ترابط، وأن البحر الأبيض المتوسط هو همزة الوصل بين شمال المتوسط وجنوبه. نعم، بكل شكر لك أستاذ محمد صالح القادري مدير معرض تونس الدولي للكتاب على كل هذه التفاصيل، شكرا لوجودك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. وفي حكايتنا المغاربية نستعرض فنا تراثيا مغربيا هو فن العيطة، ذلك الفن الذي يعبر عن الثقافة المغربية الأصيلة ويحكي قصص مقاومة الاستعمار والذي تطور حتى أصبح معبرا عن الأفراح والاحتفالات المغاربية. نتابع. العيطة واحدة من أقدم الفنون المغربية، ظهر في القرن الثاني عشر مع وصول أولى القبائل العربية إلى المغرب، وبلغ قمة ازدهاره أثناء الاستعمار عندما أصبحت العيطة نوعاً من المقاومة ضد المحتل، حيث يعتمد هذا اللون الغنائي على أشعار تحمل معاني رمزية لا يفهمها إلا أصحاب الأرض، كنوع من الشفرة السرية بين المقاومين ضد العدو. فالعيطة في كل اللهجات العربية تحمل نفس المعنى وهو النداء، والنداء هنا يعني الاستغاثة لاستنهاض الهمم والعزائم والاستنجاد بالأسلاف الذين يجسدون المثل العليا. وقد تحولت بعض الأبيات من قصائد العيطة إلى حكم وأمثال شعبية تناقلتها الأجيال المغربية، وطبيعة هذا الفن شديدة الخصوصية حيث تعتمد على مقاطع غنائية وفواصل موسيقية تمتزج معا في منظومة تختلف عناصرها باختلاف أنواع العيطة نفسها. هناك نحو 10 أشكال لهذا الفن الشعبي، والذي يعتمد في الأساس على آلات موسيقية طربية تستطيع إيصال الحس الشعبي الحماسي مثل الكمان والدف وآلات التعريجة المغربية. لا يزال فن العيطة حتى الآن يمارس بشكل كبير في المغرب كنوع موسيقي خاص جداً، لديه جمهور عريض وفرق ومطربون متخصصون في أدائه، كما أن هناك مهرجاناً خاصاً بهذا الفن يقام سنوياً بمدينة آسفي. فالعيطة فرع أساسي في الموسيقى الشعبية المغربية وجذر رئيسي من جذور التراث الشعبي الثقافي للمغربيين. وبهذه الصور من احتفالات المغرب نأتي إلى ختام حلقة اليوم من حديث المغرب العربي، إلى أن نلقاكم في الأسبوع المقبل، دمتم بخير وشكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.